2008 وقتها غنيت ست الحبايب. نعم. وانت والنجمة ميادة الحناوي اليوم مستضيفك بليلة عيد ميلادك. نعم. ولكن من السنة الماضية من 21 مارس لهالسنة 20 مارس مفارقة حصلت انه وقتها غنيت للوالدة. نعم. الله يرحمها ب 20 مارس 2009 توفاها الله وتوفت الست الوالدة. نعم. كنت بأمريكا؟ كنت في أمريكا وكنت معاها أول مرة قبل ما توفى، فقابلت المسؤولين اللي في غرفة السيد الوزير الداخلية في مصر، فاتصلت فيهم رحبوا في استقبلوني في الوزارة. قلت لهم والدتي لازم تكون عندها إقامة، إقامة لازم تكون سياحية حتى في سبيل حصل لها فيزا وديها على سويسرا أو على باريس. فقالوا لي كاظم فين باسبورها بسرعة؟ قلت لهم لأن الوالدة تعبانة ما تنتظر، يعني ما في انتظار. فقاموا بالواجب حقيقة. يعني أنا معروف عني يعني صعب علي أتصل بإنسان إنه يساعدني بشيء، يعني ما أتردد ألف مرة حتى يعني، بس هذه كانت والدتي. المهم إنه قالوا كاظم خلص اعتبرها جاهزة، أنت بس يعني تسافر وتجي تاخذها معك على طول. فودعتها قلت لها أنا ماشي على أمريكا أخلص 12 يوم وراجع لك ونطلع سوانا معك. كنت تقول لك أنت نظر عيني. إيه، والهواء اللي أتنفسه. فقالت لهم ما تخافوا يعني كلكم، شو تريدوا تجيب لكم من سويسرا؟ تحبوا تي توصيهم كلهم يعني. فطلعت ودعتها بالاستراسه ورجعت وطلعت سافرت. وصلت امريكا فكان عندي حفله في لاس فيغاس وكان عندي حفله في شيكاغو لاس فيغاس. فكان الحفله بكره، وصلت اليوم. فيوسف حرب من المتعهد من المنظم، هو احنا نسميه صديق، ما نسميه انا ما اسميه متعهد لان هذا صديق عمري طبعاً. يعني صديق حقيقه. يعني مواقف موقفه يعني اجى يبكي لأن هو من فقد والدته كانت بحضن أم أولادي، ماتت بحضنها يعني بديها هي وحدها، كانت أم أولادي كانت معها. فقال لي كاظم أنا أعرف الوالدة كيف يعني، وأنا آسف والدتك وروح الله معك. فتحمل خسارة كبيرة يعني. فرجعت كملت لحقت عليها قبل ما أوديها على بغداد. كيف رجعت بالطيارة وأنت عارف أنه يعني ودعتها وبستلا راسها مش راح تكون بانتظارك؟ كنت يعني كنت أحب أتكلم مع كل الناس، قلت يعني لازم كل لقاء أتكلم أنه لازم يعني تستغلون فرصة أن تجلسوا بين أقدام على جنب أقدام أمهاتكم وتمسكوا برجليها وتبوسوا أقدامها، وإذا ما شبعتكم هاي الطريقة بوسوا قدمها وإيديها وراسها. استغلوا الفرصة أنه كل لحظة تكون معاكم، اجلسوا تعلموا من عندها. يعني كيف نتعلم إحنا؟ لأن مجرد أنا كنت أنظر في وجهها مرات تعرف مغريات النجومية وتأخذك وطموحاتك تأخذك بعيد وهذا، بس من تنظر بوجه أمك شو تشوف؟ شو أشوف؟ اولا يعني عايشه لغيرها، ما مو نفسها، عايشه لنا. لو ابتسم اخويا ابتسمت، لو دمعت اختي دمعت، لو اي مشكله عند واحد من اخواني من دي يزعلك تسمع خبر بسيط. وبعدين عايشه لي ما اعرف كيف اقول لك يعني لزرع الانسانيه فقط وهالمحبه، وعايشه تدعي من الله انه بس يكونوا هاد موفقين وبطريق الخير. ترجع لنفسك من جديد تجد عندك أخطاء، مجموعة أخطاء يعني تعتذر لنفسك عليها وتعتذر للآخرين. يعني أنا واحدة من المواقف مثلا شفت التليفون على صلاح، قلت صلاح أنا قبل 10 سنوات ما اهتميت كثير، ما سافرت لك لبغداد وقفت جنبك مع من توفت والدتك، أنا سامحني. يعني في مواقف ما أعرف كيف أقول لك إياها. اليوم الصبح لما كنت معتاد أنك توعى على أدعيتها وتدعي لك، لشو بتشتاق؟ لشو بتفتقد؟ ما هو المشكلة أنت يعني رحل عنك أكبر قلب العالم يحبك، ورحل عنك أصدق يعني أصدق إنسان في العالم، من تكون جنبه أنت يعني ما يفكر إلا فيك أنت، يشوفك بعيونك ماله كاظم، صيح وسام ابني تعال وسام
مزعليك كاظم انت في شيء بعيونه مو طبيعي تحس. فاجاني للمطبخ محمود وصلاح قالوا لي كاظم اطلع شوي اضحك. ليه؟ قالوا لي قاعد تسال بوسام عنك. فانا طلعت واخذت معايا هذا ونعزف ونغني وهذا. تقول ايه امه ايه حبيبي ايه وحدها معنا يعني شوف ما اعرف كيف شو تقول وح اي حبيبي اي يمه هي سمي يمه نعم نعم اي هالشكل اريدك يعني مبتسم وفرحان فمن يروح هذا القلب اللي يحضنك يعني كاظم الساهر صدقا في اسرار راحت مع الوالده هي بتعرفها بس اي نعم في اسرار مع والدتي ومع والدي كنت مره سالت والدي على بيت الملك فهو كان من كان الحماية هو كان من اللي يمشوا مع الملك في الزمان يعني كان شبابه قوي ورياضي فكنت أتمنى بس يحكي لي عن أسرار اللي عمله وهو ما قبل يحكي ما كان والدتي أيضا تعرف أشياء كثيرة ما كان بس مرة حكيت لي عن قصة غريبة شوية شو؟ كانوا اللي يحكمون والدي في وقتها في الزمان الملك كان اللي يحكموا في الإعدام فأمي بسيطة كانت يعني كانت في يعني الزواج ما أعرف كان 13 14 سنة يعني في ذاك الزمن كانوا تجوزوا صغار صغار ما كثير عندها أخويا علي فهذه المرأة البسيطة راحت سيارة الملك طالعة فإجت وقفت هي تمشي ومسكت الطفل معاها وركضت باتجاه السيارة وقفوها جو الحماية يركضون عليها قال لهم الملك لا خلوها شو عندك بنتي كانت طفلة يعني 15 سنة وطفلها قالت له زوجي راح يحكمه بالإعدام ومظلوم أنا أعرفه أنقذت أبو والدي طلعوا والدي طلعوا براءة يعني وقتها أبو سام ما قدرت تصطحب الجثمان فقط إلى المطار ونقل الجثمان إلى العراق حرقة بتضل بقلب الإنسان؟ يعني لو ما كنت شفتها كانت تصير يعني فظيعة يعني الحرقة بس من 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 دخلت معاها وبستها أنت بغسل الجثمان وتكفينه كنت موجود؟ أي طبعاً إيه طبعاً بستها وخلاص وما أعرف وكانوا معايا ناس خيرين جداً حقيقة يعني أصدقائي ظلوا معايا ما فارقوني لحظة حقيقة قسم عندهم تركوا عوائلهم وجلسوا معايا في البيت الجمهور يعني ما أحكي لك أنا هذول عيوني أعطيهم إياها جمهوري حقيقة أقول لك إياها الجمهور ما تتصور شنو الرسائل المواساة اللي تجيك على البيت يعني ما اعرف حسوا يعني فعلا انا عندي عائله كبيره الحمد لله والشكر يعني الله يرحمها كانت رائعه يعني اتصل بليز وقفوا الموسيقى عملوا معروف الموسيقى البال اليوم اذا بدنا نحدي شيء لروح الوالده هيك بصوتك اعذرني اغنيه بتحبها هي هيك مقطع يعني كثير صغير للوالده بس لروحها من خلال المشاهدين كلهم هيك شيء مش غنيه يعني مقطع صغير اعذرني بصوتك شو بتحب شيء عراقي من تراث العراق اعذرني ما سامحني ما. ابدا انا بحترم تاثرك ايضا مشاهدينا